الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. وعلى طار الإذاعة، اليوم ترى هو اليوم العالمي للإذاعات. طبعا بتكون في احتفالية عندنا في مؤسسة دبي للإعلام في نور دبي الساعة 1. ما شاء الله، ممتاز، غطي الاحتفال محمود. صباح الله بالخير دكتور. صباح الورد، صباح الجمال، صباحكم يوم الثلاثاء، وأنا أحب يوم الثلاثاء، أحس يوم شي هادي في نصف الأسبوع، بعيد عن زحمة الأحد وعن زحمة الخميس. وأذكركم أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. بس أذكركم إذا عندكم سؤال طبي، قضية طبية، استشارة طبية، طرشوني إياها من بداية البرنامج عشان يكون عندنا وقت نناقشها معاكم، نطرحها وناخذ آراء المستمعين عليها. فهذا هي قنوات التواصل، فتواصلوا معنا، وفي النهاية هو برنامجكم مثل ما احنا دائما نقول. صح صح، اليوم لان انا ما قلت هذا الكلام فعادي، يعني انزين ما عدتي الكلام اللي انا دائما اقوله، فانا بخلي هذا البارت حقك انت دكتورة. انا اؤكد يعني اشدد على كلامك. انزين، خلينا بس نرحب بطاقم البرنامج معنا اليوم في التنسيق ميرا الغفلي. صبحت الله بالخير ميرا. صبحت وردي، ابتسامتك حلوه ميرا، شكرا لك. وايضا معنا صاحب الابتسام الاجمل من ابتسامه ميرا. يا سلام. ها ناصر السليمي يقول لا، ابتسامة ميرا أجمل. عموما ناخذ أسماء الجناحي معنا، بتكلمنا عن بعض ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي. حصلتي تليفوني ولا أسماء؟ ما حصلت. بشرت الله بالخير. زين تفضلي. صباحكم الله بنور، السرور عليكم وعلى كل المستمعين. أكثر شيء كان متداول يوم أمس وما زال متداول هو دبي 10X. مجموعة من الجهات الحكومية أطلقت المشاريع اللي سيتم تطبيقها خلال العشر سنوات القادمة، وكان أطلقها صاحب أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ومنها مشروعنا الجينوم. غالبا هذا اللي كان متداول أمس. القمة المواضيع المهم مختصة بالمستقبل واستشراف المستقبل وصناعة المستقبل في القمة الحكومية. ونختمها مع رسالتنا اليوم اللي هي الرضا الذاتي وتعزيز الثقة بالنفس، أمران مهمان إن أردنا حياة أكثر صحة وسعادة. ما في شيء يعوض أو يسعد الإنسان مثل الرضا والقناعة. صحيح والله يا أسماء، هذه أحلى رسالة، الرضا والقناعة. طيب. شكرا لك يا أسماء. أسماء لا تنسي موضوع تليفوني، الله يخليك. تليفون محمود ضايع. شوفي مع حسن يمكن موجود عند حسن. الحياة صعبة ترى من غير تلفون، تخيلة يعني الواحد يقعد أواسي من الصبح أقول ما علي إن شاء الله يتحصل. ما الحلال بيرد إن شاء الله يا رب. لا، هو في أنظمة في الهاتف المتحرك إنه ممكن تحصلين التلفون. هي بالجي بي إس محمود، كان الناس يقول بالجي بي إس يتحصل. لا إن شاء الله ما بيضيع إن شاء الله. إن شاء الله. أنا مو متعيب في تلفوني يبا. أي والله تلفون متروس شغل. تلفون شغل ما يبا. طيب على طاري التلفون، ترى التلفون بعد يمنعنا احيانا من النوم دكتورة. اي والله صحيح، يخرب علينا رقادنا. فالمعهد الامريكي الوطني للشيخوخة يقول بان تدني جودة النوم يزيد من خطر الاصابة بالمشاكل الصحية مثل أمراض القلبية الوعائية وارتفاع ضغط الدم والسكر والاكتئاب والبدانة. وبحسب المعهد ذاته فإن الدراسات الحديثة وجدت علاقة بين تدني جودة النوم والإصابة بمشاكل الذاكرة، ولذا ينبغي على الشخص البالغ أن ينام لسبع أو ثمان ساعات في اليوم على الأقل. ويقدم المعهد النصائح التالية للحصول على نوم أفضل. 1- تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ وعدم إفسادها في أيام العطل وإجازة نهاية الأسبوع.
2- تجنب استخدام الشاشات الإلكترونية قبيل النوم وعدم تركيب أجهزة الهاتف في غرفة النوم. طيب اللي ينام في الصالة؟ لا أجهزة التلفاز. إيه؟ ما لا تنام في الصالة ما عشان شيء قلة جودة النوم. إنزين. يقول لك الاسترخاء قبل النوم وتجنب الانفعال. وإذا واحد حرمت مغصصة عليه قبل الرجال. إيش معنى حرمت المغصصة عليه؟ يمكن الدوام. الدوام لا الدوام قبل النوم ما بيحصله. أكثر شخص ممكن يشوفه قبل النوم وحرمته. ممكن رأينا مغصص على الحرمان متأخر ما يرد على التليفون. ممكن. إنزين. تجنب تناول وجبات كبيرة أو مشروبات تحتوي على الكافيين. ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي وتجنب ممارستها قبيل موعد النوم. وتجنب القيلولة التي تستمر لأكثر من 30 دقيقة في أثناء النهار. طبعا موضوع القيلولة هذا دكتورة يبغي له شوية يعني تفسير. شو نعم. يعني قيلولة؟ كم الواحد ينام؟ أو شو أنت تأخذين قيلولة؟ لا أنا إنسانة ما أحب القيلولة تأثر على نومي في الليل وايد يعني يمكن أنا ما تعود ترى حتى القيلولة محمود الناس اللي متعودين عليها والقيلولة يجب أن لا تزيد عن 40 دقيقة في اليوم يعني ينامون ساعتين الظهر هذا خطأ لأن يأثر على جودة النوم ليلا وغير هذا تلاحظ محمود كل ما طولت في النوم في القيلولة تنشو جسمك متكسر تحس كأنك أنت ما استفدت من هذا النوم فلازم يكون 40 دقيقة ليس أكثر عن ذلك وحتى تشوف الدراسة تقول 30 دقيقة فقط وهالدراسة تأكد على معلومة مهمة احنا ذكرناها أكثر عن مرة في صحة وسعادة إنه مو فقط ساعات النوم ولكن جودة النوم احنا لما يجينا حد يقولنا دكتورة أنا ما أنام بشكل سليم أنا لا أسأل فقط عن عدد ساعات النوم أسأل عن جودة يسمونها quality of sleep أو sleep hygiene يعني شو؟ يعني أنت لما تنام هل تروح في النوم العميق؟ هل يكون نومك متصل؟ أو أنت كل ساعة تضطر أنك تنش من النوم لسبب من أو لآخر نومك متقطع خلال الليل تنام ساعتين عقب تنش في ناس تنام ساعتين بعدين تنش تكون صحية تماما ساعة ونص أو ساعتين وترجع تنام بعد هذا فهذا يستوي جودة النوم تكون جدا سيئة بالتالي تنش الناس الصبح تلاقي نفسها كأنها ما نامت طول الليل فنركز على 2 عدد ساعات وجودة النوم طيب انت الساعة كم تنامين؟ انا نام بدري والله 9:30 اذا كنت سهرانة لين 10 كنت سهرانة صح اللي يتصل في 10:30 والله بالعادة لاقيني راقدة الا لو كان شيء طارئ ما بقول والله عموما نحن ما زلنا في أجواء الـ يعني القمة الحكومية اليوم راح تكون إن شاء الله آخر أيام القمة الحكومية في العديد من المواضيع اللي طرحت ضمن هذه الـ 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 ضمن هذا العرس العالمي نحو السباق نحو المعرفة واستشراف المستقبل كانت العديد من المواضيع دكتورة ممكن يعني أكثر المواضيع اللي طالب الخبراء ومختصون في مجال الصحي بضرورة إقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها يعني الضامن الأساسي لتطور هذا القطاع ونموه والطريق الأفضل لتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية طبعا المشاركين في مثل هذه الجلسات لفتوا إلى أن التحدي الأكبر ليواجه هذه الشركات هو حاجتها إلى موافقات سياسية من الحكومات لتحقيقها ضربة والمثال هنا في إمارة دبي يعني هذا الكلام قبل أكثر من 15 سنة أو 20 سنة كانت هنالك رؤية عند سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي بأن يكون القطاع الصحي إنزين على 2020 بيكون تكون النسبة ما بين 70-30 نعم شو يعني 70-30 يعني 70% من مقدمي أو مزودي الخدمات الصحية في إمارة دبي هم من القطاع الخاص و30% هم من القطاع الحكومي طبعا ولله الحمد بفضل يعني توجيهات سموه ومتابعته المستمرة الهيئة ولله الحمد يعني وصلت لهذا الرقم من فترة طويلة صحيح الحمد لله ونحن نتوجه إلى تعزيز هذا الرقم بشكل كبير وأيضا تعزيز هذا الرقم ما يتم إلا من خلال الجودة بالضبط هي الجودة في تقديم الخدمة وليس عدد هم وليس مجرد رقم هي الجودة في تقديم الخدمة صحيح فعموما القطاع الخاص شريك أساسي في هذه المسألة ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق وبيئة دبي دائما هي بيئة جاذبة من ناحية القوانين والتشريعات والبنية التحتية ف
فيها وايد أمور، وهذه الأمور كلها منركز عليها من مطلع الأسبوع القادم دكتورة. ليش؟ لأن منتكلم بعد أيضا عن مؤتمر السياحة العلاجية اللي يقام في إمارة دبي مع الأيام القادمة. عموما ما نطلع فاصل بإذن الله، بعد الفاصل ما نتواصل، عندنا العديد من المواضيع. بعد الفاصل عندنا الدكتور مازن الشرايري، أخصائي طب الأسرة وأخصائي أمراض النساء والولادة بمركز البرشة، بيحدثنا عن الخدمات اللي تقدمها مركز البرشة الصحي للحوامل. هذا اللقاء واسطة؟ لا والله مو واسطة، مو واسطة، نحن مختارينه وبنتي مختارينه صح. أول فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، واللي نحتفي اليوم إن شاء الله بيوم الإذاعات العالمي. هذا اليوم المعتمد من الأمم المتحدة، احتفالية لكل زملائنا الذين يعملون في مختلف إذاعات الدولة وإذاعات العالم. هذه تحية نقدمها لهم من برنامج صحة وسعادة ومن إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600. انت ليش حاط دوبك دوب مايكروفون يا محمود؟ هات الميكروفون. هو مو بعيب شكل الميكروفون. اذكركم ارقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب قبل الفاصل قلنا نحن نتكلم عن مركز البرشة، فاللي عنده اي شكوى على مركز البرشة يتصل زين على الارقام اللي قالتها الدكتورة. معانا ان شاء الله الدكتور مازن الشرايري اخصائي طب الاسره واخصائي امراض النساء والولاده بمركز البرشة. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الفل والياسمين لكل مستمعينا، احلى مستمعين نور دبي. والله انت احلى دكتور في مركز البرشة. تسلم. الله يسلمك. بعد الدكتوره ندى طبعا. طيب دكتور خلنا نتكلم عن الخدمات اللي تقدمونها يقدمها المركز. وطبعا المركز حاصل على العديد من الشهادات الجودة والتميز في مختلف المجالات، فنبغي نتكلم عن الخدمات اللي تقدم للنساء والحوامل بشكل خاص، فيليت تخبرنا عن الخدمات اللي تقدم في هذا المجال. كما تعلم أنه تتماشى لوائح هيئة الصحة في دبي مع فلسفة وتوجيهات منظمة الصحة العالمية التي طرحت شعار الصحة للجميع في القرن 21. نعم. تعد الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس كما تعلم لكافة الخدمات الصحية الأخرى. حرصت هيئة الصحة في دبي على تزويد كافة المراكز الصحية 13 المنتشرة في إمارة دبي بكل الخدمات والأجهزة والعيادة والكوادر البشرية المؤهلة والمتدربة. في مركز البرشة الطبي، وهو مثال يعني جميل جدا عن مدى تقدم المستوى الصحي والطبي في إمارتنا الجميلة إمارة دبي، نلاحظ أنه هذا المركز يغطي خدمات للعديد من الاختصاصات الطبية ومنها اختصاص النسائية والتوليد. نعم. يوجد عندنا طبعا عيادة للنسائية ويوجد عندنا عيادة للحوامل. كما تعلم أن جميع زملائنا أخصائيين الطب الأسرة الفيمتسن وهم الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية في العالم، هم كمان يقدموا خدمات النسائية ورعاية الحوامل كمان. ممتاز. احنا الست الحامل بس يعني تثبت الحمل عندها انه هي حامل، نقوم بتحويلها من عيادات الطب الأسرة الى عيادات الاختصاص اللي هي اسمها عيادة الحوامل. نعم، اللي هي اسمها عيادة رعاية الحوامل اللي هي تسمى انتي نيتال كير. اوكي. تحجز موعد، طبعا احنا بالبداية نعملها فحوصات الأولية بعد ما يثبت الحمل مخبريا. نعطيها موعد لعيادة الحوامل. بهذه الفترة يقوم أخصائي طب الأسرة بإعطائها الفيتامينات اللازمة
اللي هي لحد ما تشوف طبيب الاختصاص في عيادة الحوامل. ممتاز. وبعد موعد يعني على الأسبوع الثالث، نهاية الأسبوع الثالث يعني يمكن لهذه الحامل أن تشاهد الطبيب الأخصائي في النسائي والتوليد ويتابع الحمل لمدة 9 أشهر لحد لغاية ما قبل الولادة، يتم تحويل الست الحامل إلى مستشفى لطيفة للولادة. ممتاز. قبل كانوا يحولونهم على طول مستشفى لطيفة، ها؟ الحين الرعاية مشتركة للحوامل بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفى، نتابع في العيادة عند طبيبة النساء. أجرب لها من بيتها. أجرب، يخفض ضغط على المستشفى، وتحس إنه نفس الطاقم الطبي نفس الممرضات، فيكون أسهل على المرأة الحامل. وتحصل مواعيد سريعة. أسرع يكون طبعاً. بالتأكيد. دكتور مازن، لو نركز بس على فائدة وجود طبيب العائلة بالنسبة للمرأة الحامل اللي هي متابعتها للحمل في عيادات الحوامل بالمواعيد، تكون ان طبيب العائلة يكون متوفر لها طول الوقت، واي وقت عندها اي مشكلة واي سؤال. نركز على دور طبيب العائلة من هالناحية، الخدمات احنا نعطيها، النصح اللي عندها مشكلة يعني طبيب العائلة ما تضطر تتريى موعدها في عيادة الحوامل، فدور طبيب العائلة في هالخصوص. صحيح، طبيب العائلة مؤهل على انه يتابع حالة الحمل يعني مثل الطبيب النسائي والتوليد. الحالات الحمل البسيطة، وطبعا احنا كما تعلمون ان الحمل حاله فيزيولوجيه وليست حاله مرضيه، فبالتالي الطبيب الفاميلي ميديسن او طبيب الاسره هو مؤهل بمتابعه الحمل، وبهذه الفتره تستطيع الست الحامل ان تتواصل معه. طبعا احنا الحمد لله في مركز البرشه على مدار ساعه 24 ساعه، فالست الحامل بتقدر تاخذ نصيحه طبيه او تثقيفيه، او حتى اذا شكت منها اي شيء بسيط او متوسط ان تراجع عياده البرشه على مدار الساعه. الزملاء في اختصاصيين طب الاسره مؤهلين تأهيل كامل لمتابعة الحوامل والكشف عليهم، وحتى هناك بعض الأطباء الخصائيين في الفاميلي ميديسن قادرين على متابعة الحمل في الألترا ساوند لاكتشاف بعض الحالات البسيطة اللي هي ممكن أنك يعني تخليك أنك تأهل أنك تودي المريضة إلى مستشفى لطيفة مثلا. طيب، إذا طبيبة الأسرة قادرة على متابعة حالة المرأة الحامل، وتذكرت أنها هي حالة فيزيولوجية وليست حالة مرضى، شو دور الاخصائي في هذا المجال؟ شو دور العياده اللي فاتحينها الدكتور في هذا المجال؟ نعم، هلا احنا في الحمل يوجد عندنا نوعين من انواع الحمل، الحمل العادي اللي هو بدون مضاعفات طبيه او مشاكل طبيه، وعندنا الحمل عالي الخطوره. الحامل العادي بدون اي مشاكل طبيه، ما فيش بسوابقها السابقه اي مشاكل طبيه على صعيد الحمل، هي نستطيع انه نتابعها من الاسبوع الاول حتى الثالث حتى التاسع. لكن دور الطبيب الاختصاصي لنساء التوليد هي بالتفاصيل الاكثر دقه شوي في متابعه الحمل، كاخذ قياسات الجنين، محيط الجنين، الكشف على المياه حول الجنين في الرحم، على كشف توضع الخلاصة أيضا. يعني هناك في بعض القضايا شوي نوعية بتكون لازم طبيب النسائية وطبيب الحوامل أنه يتابعها. أنت تصورون الصغارية بعد؟ تعطون الصور حق لها؟ لا طبعا، إذا بدهم نعطيهم طبعا. إحنا السعادة هم شيء عندنا. بالضبط. لما هذا ما يحبون يحتفظون بصور الأجنة لما يسوونهم الألتراساوند طبعا، وهذا طبعا عندنا أطباء في كافة أعتقد حتى مراكز الصحية، بس عشان ما يكون تركيز على البرشة يقدرون يستخدمون جهاز الألتراساوند. نقدر إذا في جهاز ألتراساوند متوفر ممكن طبيب الأسرة يسوي ويقيس لها ويراويها. الحين دكتور ما نتكلم عن طبيب الأسرة، طبيب الأسرة على عيني وراسي. زين، على عيني وراسي ما علي. القضية الرئيسية بالنسبة لي، متى يتم تحويل المريضة من العيادة إلى المستشفى؟ شو هي الحالات اللي تضطركم لهذا الموضوع؟ بالتأكيد طالما الحمل طبيعي وما في أي مشاكل، الحامل ستبقى عندنا في عيادة البرشة. نعم. أوكي. هلا في أثناء متابعة هذه التسعة أشهر دول اللي هي الحامل تكون فيها، إذا اكتشفنا أي مشكلة طبية سواء على صعيد تتعلق بالجنين أو تتعلق بالأم الحامل، هنا يتم تحويلها إلى مستشفى لطيفة لمتابعة يعني لإعادة التقييم ومتابعة الحامل بشكل أدق. لكن بشكل عام يعني 97% من الحوامل ما بيشكوا من أي شيء نهائيا. صحيح. يعني يدعينا أن نوديهم، والحمد لله إحنا عندنا 3 عيادات للحوامل، عندنا 3 أجهزة ألتراساوند من أرقى الأنواع الأجهزة الموجودة عندنا، فبالتالي من الصعب ان نودي حاله لطيفه الا اذا احنا شكينا انه هاي الحاله يجب ان تتابع في مستشفى لطيفه. متى بتولدون في مراكز الرعايه الصحيه؟ والله انا اشوفها ما شاء الله مباني قادره على هو شو محمود الحياة. طبعا اذا الولادات الطبيعيه، ما الدكتور ما تتفق معي، الولادات الطبيعيه بالعاده ممكن
ممكن تجرى، ولكن احنا دائما نخاف من المضاعفات، لا سمح الله الطفل يحتاج الحضانات مثلا او في مضاعفات استوت، فما عندي غرفه عمليات، ما عندي حضانات متوفره، ما عندي طبيب اطفال يكون للخدج مثلا الصغار او الاطفال الصغيره. ان شاء الله ان شاء الله مستقبلا. ومع ذلك احنا حدثت حالات ولاده يعني اجت في المستشفى اجت بالصدفه مثلا، ما قدرت تلحق تروح على المستشفى، زاد عليها الطلق اجت عندنا، والفعل وانا ولدت واحده من الدكتور مازن كان اتصلوا فيه، كان طالع من النايت وتصل فيك على وحده بتربي، فاحنا الحمد لله في البرشه جاهزين لكل شيء بما في حالات الولاده. الحين برجع حق اطباء الاسره دكتور. سامحني اني بتكلم عن طبيب الاسره اللي هو دوره قبل يصير الحمل. نعم زين، خبرينا شو لازم تسوي المراه قبل لا تفكر ان هي تحمل. طبعا محمود قبل ما المرأة تحمل، أنا بقول جزء من الجواب باقي إن شاء الله دكتور مازن، دائما حين ننصح المرأة قبل ما تحمل تأخذ بعض المكملات الغذائية وتهتم صحتها بشكل عام من قبل الحمل. في كثير من النساء تقول لك مو ممكن أهتم بأكلي بمكملات الغذائية بكالسيوم فيتامين دال فوليك أسد ليه ما يستوي الحمل بعدين ببدأ بأخذها. فدكتور مازن دكتور أنا أتذكر أن في 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 أحد المرات يعني كنا نستضيف أحد الطبيبات كانت تتحدث عن بعض الإبر اللي تعطونها للمرأة على أساس أنها تساعدها كإبر فيتامينات أو شيء معين بهذا الموضوع، يمكن معظم النساء ما عندهم المعلومة هذه. نعم يا سيدي العزيز، زي ما حكيت لك يعني أول أنه الرعاية الصحية الأولية حجر الأساس لكل شيء، فلذلك كل شيء لازم يخلو من المراكز الصحية. طب يعني طبيب الفالميديسين. نعم حقيقة إحنا قبل الحمل بتيجي الست تستشيرنا أنا بدي أحمل. إيه طبعا احنا نسألها في سوابقها المرضية، في مشاكل، في عندها شيء، حتى في سوابقها الولادية إذا كانت والدة مثلا سابقا في عمليات قيصرية والدانة صار معها مضاعفات، سوابق جنائية بعد. لا 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 الحمد لله لا ما عندنا لا سوابقهم كلهم ما شاء الله عليهم. فهنا بيجي دور أخصائي الفاني ميديسن أو الطب الأسرة. عادة احنا زي ما حكيت لك احنا متماشى مع لوائح هيئة الصحة في ومنطبق كل المقاييس العالمية. صحيح. فمنشجع دائما كما تعلم أخي محمود إنه معظم التشوهات الجنينية تأتي من نقص أو سوء التغذية. في 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 دول العالم الثالث وفي إفريقيا 90% من إصابات تشوهات الأجنة ناتجة عن سوء التغذية، وبالتالي هي ناتجة عن نقص الفيتامينات. صحيح. والمكملات الغذائية. هون احنا في دورنا بنيجي بنقابل الست في عيادات طب الأسرة وبنقنعها إذا هي كانت مخططة للحمل حتى يكون الحمل سليم وإن شاء الله يتم فيه تمام، فنعطيها بعض المكملات الغذائية والفيتامينات وعلى رأسها حمض الفوليك أسيد. أيوة. أو حمض الفولات. نعم. أوكي. أهمية هذا الحمض دكتور. يا سيدي أنت كما نعلم أن هناك شيء مسمى تشوهات الأنبوب العصبي. نعم. هاي بتحدث طبعا ناتج عن نقص حمض الفوليك. يعني اثبتت علميا انها ناتج عن نقص حمض الفوليك. وحمض الفوليك موجود بالاكل، موجود في الخضروات، موجود في الفواكه، موجود في بعض اللحوم. فاحنا هنا مندعي الستات على انه يبدو قبل الحمل بشهرين بتناول حمض الفوليك كوقاية من تشوهات الأنبوب العصبي، مثل انعدام الجمجمة، مثل الشفة الأرنبية، مثل فتحات الظهر أو ما يسمى القيل السحائية. نعم. اللي هي بالإنجليزي يسموها سباين بيبيدا. فهذا كله يعني سهل جدا أن نسيطر عليه، عبارة عن حبة الفيتامين كل يوم. نعم. وبعدين إحنا كمثقفين صحيين كأطباء أسرة وأطباء نسائية إحنا مثقفين صحيين ندعو دائما الحوامل على أنه تناول الحمية المتوازنة. ما هي الحمية المتوازنة؟ أن تتناول لحوم، خضروات، فواكه، هاي الحمية المتوازنة، هاي تحتوي على كل الفيتامينات. اليوم في دراسات حديثة طلعت على أنه بتتهم نقص الفيتامينات بالتوحد. نعم صح، في التوحد. صحيح. نقص الفيتامين دال في تشوهات جنينية. صحيح. لذلك هذا جانب مهم جدا، وعلينا احنا كأطباء وكمثقفين صحيا ان نشجع الحوامل على تناول المكملات الغذائية. يفرق ما بين البنية الخارجية للمرأة دكتور اذا وحدة ما شاء الله يعني نحن نسميها في صحة، يعني لما تكون متينة نقول ان هي في صحة، بين الوحدة المرأة الضعيفة اللي لا لا انت طبعا ده خبرك شغلة مهمة. الأوبيزيتي او السمنة بتؤدي لتشوهات ولادية في اتهام. أيوه. فاحنا ما بنحب السمنة، واحنا كأطباء أسرة وكأطباء نسائية وأطباء توليد ما منشجع الحامل انها تكون سمينة، لأن السمنة بقودنا الى امراض مثل السكري والضغط. صح. والسكري من الامراض التي تؤدي الى تشوه الجنين.
لذلك كمان احنا من مهمتنا قبل متابعة الحمل اذا كان عنده سكري اذا كان عنده ضغط انه نصل معها على بر الامان مشان ما يجي عندنا جنين مشوه. اخر سؤال دكتور انا بس عشان الفكرة هذه تترسخ، هل يجب على الحامل ان هي تنسدح على الفراش؟ لا 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 يا صديقي انا زي ما حكيت لك لا 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 الحمل حالة فيزيولوجية بالضبط، ما ما على كيف تيجي كل يوم على عيادة البرشة بدي اجازة لا لا الحمل حالة فيزيولوجية وليست مرض. نعم يعني ما دي هذا اول ما تحمل ظهري وما ادري شو ياسع على الفراش تسع شهور يعني كثير من الدوام. شوف احنا يعني من خليها تدلع شوي مش مشكلة، لكن انما هي مش حالة مرضية بالضبط صحيح. في الدول المتقدمة نعم. هنالك النساء يلعبون سلة، يلعبون رياضة، يأخذون بطولات. هاي صورة كانت تلعب سلة وهي حامل سبع شهور، هالصورة مفبركة ترى مو بحقيقية. أوكي هي طلعت مفبركة. مو بحقيقية. لا هلا لو سمحت لي تستطيع أن الحامل أن تقوم بالرياضات بس الرياضات البسيطة وليس المجهدة. بالضبط. على حسب هي وقدرتها دكتور. نعم. أنت قلت إن حالة فيزيولوجية. نحن شاكرين لك دكتور مازن الشرايير أخصائي طب الأسرة وأخصائي أمراض النساء والولادة مركز البرشة الصحي. شكرا لك دكتورة. نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا إن شاء الله ضيف جميل جدا ودمه خفيف على الهواء الأستاذ سالم بلاحج، بيتكلم عن فعالية وايد حلوة في حتة. طيب فاصل وراجعين. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن هذه تحية نقدمها لجميع زملائنا في الإذاعات حول العالم ونبارك لهم هذا اليوم، اليوم العالمي للإذاعات. السلام عليكم، آسف لخروجي من الموضوع. سؤالي، هل طبيب العائلة في المراكز الصحية ممكن يتابع وينصح ببرامج حمية لتخفيف الوزن؟ طبيب العائلة يعرف كل شيء. ينصح بشكل عام مثلا خفف دهون، خفف كربوهيدرات، امش، ولكن حمية لا، لازم اخصائي التغذية يعطيك الحمية المناسبة لك. زين. لا نعطي الخباز خبزة، لا ما يعني انا انصح الحين الطبيب سويتي خباز؟ لا كمثل يعني مع نفس السياق. زين. سيف الهرمودي، صباحكم الله بالخير ويعطيكم العافية، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان واحفظ لنا قائدنا الشيخ خليفة بن زايد وأدم عليه الصحة والعافية. آمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. صباح السعادة من علي البقيش، الله يصبحك بالنور والسرور. شكرا لكم على رسائلكم. عموما ما ندخل في موضوعنا الثاني واللي هو يتحدث عن فعاليات وبرامج مستمرة خلال هذا العام اللي سمي بعام زايد. نعم. ليش سمي بعام زايد؟ لأن زايد هو العطاء، هو الخير. زايد اسم مرتبط بالإنسانية، اسم مرتبط بكل ما فيه زيادة في معاني ومبادئ وأخلاقيات اللي يجب أن تغرس في المجتمع البشري، وما أبالغ لما أقول هذا الكلام. لا فضة فوق يا محمود. إنزين، فعشان شيء نحن اليوم نتكلم عن بعض الفعاليات اللي تسويها هيئة الصحة بدبي، وبتنطلق إن شاء الله من يوم الاثنين القادم فعالية متميزة بمنطقة حتى تحت اسم يوم في حتى. كيف يكتبون حتى؟ بالألف القائمة. أنا ليش أتذكر هاي مرة في الإملاء في الابتدائية كتبت حتى، أنا ما سمعت يقول حتى كذا فكتبت بالمقصورة، أنا عباني أنه يقول حتى ذلك البغض. نعم نعم. فأنت لا حتى مدينة حتى. سبحان الله علقت فراسك الحين أن حتى بالألف القائمة. أي لأن هي مدينة يعني. نعم. عشان يفرقون ما بين حتى المدينة وحتى ذلك الوقت. نعم. ومعانا الأستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع، صباحك الله بالخير. خير والنور أخي محمود. أنت مستمتع معنا أستاذ سالم؟ والله يعني الجو زين، الجو رهيب ما شاء الله. طيب. الجو برا جميل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أستاذ سالم، عطنا فكرة عامة عن الفعالية ومكان تواجدها في حتى وشو اللي بتسوونه بالضبط. وطبعا يوم في حتى يعني تماشيا مع مبادرة الشيخ حمدان بن محمد أن يخصص يوم يعني للمواطنين أو بشكل عام يخصص يوم لدبي. فتماشيا لهذه المبادرة احنا فكرنا يعني أن نطلق شيء مشابه له أو تماشيا له. فصار التفكير أن احنا نركز على بعض المناطق اللي نقدر نقدم فيها خدمة مباشرة. فتم اختيار منطقة حتى أو مدينة حتى تحت مسمى يوم في حتى.
بيكون فيه إطلاق الفعالية إن شاء الله الأسبوع هذا الاثنين القادم إن شاء الله، وبتكون إن شاء الله فيها كل المؤسسات الحكومية مشاركة في المبادرة هذه إن شاء الله. ممتاز. إيش معنى اخترتوا منطقة حتى لقيام هالفعالية؟ هو طبعا احنا درسنا المناطق اللي ممكن احنا نقدم فيها خدمات مستمرة، يعني ممكن المبادرة هذه يعني بتكون أكثر من يوم أو أكثر من فترة، فبنختار عينة معينة من يعني احنا اختارينا كبار السن وأصحاب الهمم، بيكون لهم زيارات يعني منزلية حتى تقيم البناء يعني من كل الفئات، يعني البلدية بتقيم جهة، احنا بنقدم يعني بنقدم او بنقيم جهة، الاخوان في القيادة العامة لشرطة دبي بيكونوا مشاركين في الفعالية، تنمية المجتمع، المؤسسات الخيرية ممكن تكون مؤسسة المكتوم، مؤسسة التراحم بيكونوا موجودين في المبادرة، مستشفى حتى يعني المقر الصحي الأساسي في منطقة حتى بيكون هو الداعم للمبادرة. وشكل ما قلنا نستهدف فئات معينة، نكون احنا نعدل شكل ما قلنا من جودة الخدمة وجودة الحياة بالنسبة لهم إن شاء الله. جميل. الأنشطة راح تكون ضمنها فعاليات حتى، وها راح تكون يوم واحد قد كانت أظن أكثر عن يوم؟ لا، نحن خططنا أن احنا نغير مفهوم التطوع، يعني بدل ما يكون التطوع يوم واحد وينتهي بيكون التطوع يعني أسلوب حياة، ويكون برنامج متكامل، يعني يكون في البداية الانطلاقة هاي بتكون فيها تقييم لبعض الحالات أو بعض البرامج اللي بنقدمها، وبيكون فيه عصف ذهني حتى بيشارك فيه كبار السن وبعض المجالس الأعيان اللي في منطقة حتى والمؤسسات اللي هي موجودة، بيكون في عصف ذهني شو نوع الخدمة اللي المفروض نطورها أو نقدمها لهذه، بيكون العمل كله تطوعي، بيكون في مشاركة من المدارس يعني الطلاب الثانوية العامة والهذا اللي عندهم استعداد تطوعي أو العمل المجتمعي بيكونوا موجودين في المبادرة، المؤسسات الخيرية بيقدمون يعني دعم ممكن معنوي ودعم خدمات يعني متميزة إن شاء الله يعني في هالفترة. شو هي الجهات اللي بتكون مشاركة معاكم غير المدارس وغير المؤسسات الخيرية؟ بيكون جهات حكومية. هي بيكون بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي اللي هو مركز حتى، كل المؤسسات الحكومية اللي موجودة ممثلة في في حتى بيكونوا موجودين ويانا كخدمات. نحن شفنا في أدوار كثيرة هم كانوا يقدمونها يعني منفردة، فحبينا احنا كهيئة الصحة ان تكون هاي المبادرات كلها تحت مظلة واحدة وتكون مبرمجة، يعني تكون خلال السنة ممكن نقيم ان شو احدثنا فرق او احدثنا تغيير على العينة اللي اختاريناها ان شاء الله. جميل. مبادراتكم بشكل عام في عام زايد شو هي استاذ سالم؟ طبعا هيئة الصحة شكلت فريق عمل لمبادرات عام زايد، الفريق العمل يعني المبادرات يعني بتكون متنوعة، بيكون فيها منها مبادرات يعني ثقافية لدور الشيخ أخ زايد الله يرحمه في العمل الطبي، في العمل الإنساني، في العمل هذا، فبتكون فيها محاور كثيرة يمكن بتركز عليها الدورة هذه اللي هي دورة عام زايد. نحن بنركز على العمل الإنساني ونوعية العمل الإنساني اللي بيتنفذ خلال يعني عام زايد إن شاء الله، يعني وبنركز على التطوع كأسلوب من الأساليب اللي كان الشيخ زايد يعني يدعو لها في العمل الإنساني يعني. ممتاز. أستاذ سان تعطينا فكرة عن الخدمات اللي تقدمونها في مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمع. طبعا احنا على تقريرنا السنوي يعني السنة الحمد لله احنا يعني قدمنا خدمات او البرامج اللي تنفذت يعني تجاوزنا 200 مليون درهم كنوع او كقيمة للبرامج الدوائية اللي تقدمت وكنوع الخدمات والمساعدات اللي تقدمت. قدرنا نغطي يمكن بالتعاون مع المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للأعمال الإنسانية، غطينا أكثر من 15 دولة خارج نطاق الهيئة، يعني الدول الآسيوية والأفريقية في بعض تقديم بعض الخدمات والأجهزة الطبية والمعدات تمت مساهمة هيئة الصحة فيها. البرامج اللي تنفذت يعني قلنا احنا اكثر من 49 او 50 برنامج دوائي مكلف تنفذا في هيئة الصحة، يعني بالتعاون طبعا مع المجتمع المحلي
من متبرعين ومن مؤسسات خيرية ومن جمعية ومن رجال أعمال. يعني السنة الحمد لله احنا يعني استكمالا لعام الخير يعني الحمد لله كان في قفزة قوية في العمل الإنساني في يعني من خلال برامجنا في هيئة الصحة. يعني جميل. في شغلات معينة فاتحين فيها المجال للجمهور للمشاركة من خلال الفعاليات على طول السنة هذه؟ ترى احنا قلنا الحين للتطوع السنة احنا بيكون في تركيز قوي للتطوع انه يكون ضمن برنامج ممنهج. احنا السنة بعد بنطلق او تقريبا اطلقنا مسابقة بس المسابقة هاي بتكون السنة بتكون لموظفي هيئة الصحة وإدارتها اللي هو مسابقة التطوع. جميل. وبتكون بمعايير يعني واختيار يعني الإدارة اللي بتكون متميزة في العمل التطوعي بيكون لهم الحرية في اختيار نوع النشاط أو نوع البرنامج التطوعي اللي بيتنفذ على مدى السنة. نعم. وإن شاء الله يكون في لجنة تحكيم أو تقييم شو التبرع التطوع هذا أحدث يعني تعديل أو يعني حافظ على البيئة سوى يعني فكرة مجتمعية حل أزمة يعني من هالأشياء إن شاء الله. بس يكون خارج المجال الصحي يعني ها لأن هذا الكور بزنس مالهم يعني المفروض. هو خارج المجال الصحي ممكن يعني وممكن داخل المجال الصحي. أنا يوم بعمل فريق تطوعي كأطباء يشاركون في عمليات داخل الدولة أو خارج الدولة هو طبعا الكور بزنس مالك بس أنك أنت يعني شكل ما تقول أنشأت فريق تطوعي يقدم الخدمات هذه يعني. ممتاز. أنا عجبتني فكرة أستاذ سالم أن أنتوا ما بتخلوا تطوع ليوم هو غرس سلوك التطوع أنه يكون منهج حياة. فشو أهمية أن أنت فعلا تغرس سلوك التطوع في الإنسان بدل ما تقول له هذا يوم واحد تطوع فيه وخلص بعد هذا خلص التطوع مالك؟ ما أدري إحنا يمكن على أساس إن إحنا يمكن أنا شوي عندي يعني في التطوع في مجال يعني شوي اشتغلنا فيه. نعم. فشفنا أن التطوع اللي هو مثلا إيفنت أو احتفالية أو برنامج. نعم. معين ينتهي مع يعني انتهاء هذا. بس إذا أنت يعني أنشأت برنامج تطوعي متكامل يعني تقيس نتائجه وهذا كان يعني حتى توجه الحكومة وتوجه الشيخ محمد أنك أنت تحدث تغيير أو تحدث فرق على المكان اللي تقدم فيه تطوع. ثاني شيء حتى أنت لو تحسبها اقتصاديا المتطوع بيكون له يعني مردود اقتصادي أكثر. بالضبط. المتطوع نفسه يكون له يعني نفسية أو شخصيته تتغير مع مشاركته في البرامج التطوعية. فأنت بتقيسها حتى اللي احنا ليش قلنا فكرة التطوع بتكون مسابقة في هيئة الصحة السنة على أساس أن احنا حافز وأن بيكون في برامج بيكون فيها تنافسية في العمل فيه بيكون في تعاون في يعني ببعض المبادرات هذه إن شاء الله. هذا هني أبغي بعد أوجه رسالة كذلك لبعض الأشخاص اللي فاهمين التطوع غلط. التطوع لما مثلا فعالية أو كذا وصل هناك خذ صورة مع كبار السن ولا مع الأطفال أو صحيح. مع ذوي الهمم صور وحط في الانستغرام ولا ما أدري كذا أنه يمثل أنه هو تطوع ولكن في الحقيقة أنت ماذا قدمت؟ بالضبط. صحيح. فهذا اللي تطرحون أستاذ سالم يعني ضمن برنامج معين هنا تكمن الفائدة الكبرى من خلال هذه البرامج. تعال شارك معايا في برنامج كامل على مدار السنة. بالضبط. إذا أنت بالفعل يعني إنسان حاب للتطوع وليس يعني مثل شو فقط أو أنا بين الناس أنا طوعت أنا رحت وتصورت معاهم إيه ف يعني من باب النفاق الاجتماعي ها من باب بس الحل لأن الواحد يعني التطوع يعني يكون دافع نفسي من عند الإنسان صحيح. مش مجبور عليه فلازم يكون هو يقدمه يعني بالأسلوب الصح ويكون له تأثير يعني مع مشاركته ويا إن كان كبار السن أو إن كان البيئة أو إن كان المجتمع بشكل عام يعني بالضبط. فهذا الهدف الأساسي يعرفون أستاذ سالم يعني حتى أحيانا كبار السن لما يشوفون هذه الشخصيات النيائين كذا تحصلهم أنه ما يتقبلونهم صح. بالضبط. صح.
ولا يعني هذا جاي بس مجرد أن يأخذ صورة ويروح. بالضبط صح. يعرفون كذا ما يتقبلون. يعرفونه محمود. وفي دراسة إحنا بعد قلناها قبل في صحة وسعادة من قبل عن تأثير التطوع على صحة الإنسان. في دراسات سووها فقط على الإنسان اللي تطوع، اكتشفوا إن اللي يتطوع تستوي تغييرات معينة بجسمه، تأخر إصابته بالزهايمر وبالخرف وبأمراض الشيخوخة فقط بالتطوع، لأن سبحان الله التطوع نفسه يعطي إن الشخص إنسان بالرضا والسعادة، فبالتالي تأثر حتى في تأخير الشيخوخة والخرف عند الإنسان. فهذا دافع يعني، طبعا الواحد ما يحتاج دافع أن يتطوع، يعني طبعا واجبنا نحن نتطوع ونساعد غيرنا، ولكن وجود حوافز بعد أنه في أثر على صحتكم في المستقبل، أن يقل تقل عندكم خطر إصابة الخرف يعني والشيخوخة. بركة في بدنك، بركة في مالك، بركة صحيح. في صحتك، أجر من رب العالمين. بالضبط. بس أهم شيء تكون صادق النية في هذه المسألة. صحيح. 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 شكل ما قال الدكتور أن شوف الجوانب الثانية اللي يأثر فيها التطوع، يعني صحيح. يعني إن كانت شخصية وإن كانت صحية وإن كانت يعني حتى يعني المبادرة يعني الواحد كان يتردد في بعض ساعات في بعض الأشياء، بس يوم يدخل يعني جو أو عالم التطوع تتغير حتى شخصيته فيها. بالضبط يعني. صحيح. عموما يعني نحن شاكرين لكم أستاذ سالم هذه الجهود، أيضا هذه دعوة كذلك لكل أفراد المجتمع بضرورة تواصل مع الجهات اللي تنظم معظم هذه المبادرات المجتمعية والتوجه إليها بصدق. صحيح. ويعني احتساب النية عند رب العالمين، رب العالمين هو اللي يحاسب على النيات، ولكن يعني نحن نحسبكم جميعا إن شاء الله صادق النية في كل الأحوال، حتى هذا اللي جاي بس يصور بعد ترى يعني بعد فيه في إن شاء الله في من الخير إن شاء يعني كثير. فشاكرين لكم أستاذ سالم بلاحج مدير مكتب الخدمات الإنسانية في هيئة الصحة بدبي، كلمة خيرة تبغى توجهها؟ أنا بس حبيت أدعو الأخوان اللي حاب يساهم في التطوع أو يشارك في التطوع، من كان موظفي الهيئة أو من الخارج يعني التواجد ويانا إن شاء الله يوم الاثنين في حديقة الوادي في منطقة حتى، حديقة جميلة صراحة وفيها إمكانيات أن الواحد يمارس بعض الفعاليات فيها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. أيضا هني بس على السريع، أعتقد في هنالك يعني نظام خاص بالتطوع على مستوى إمارة دبي، هذه تنحسب فيها ساعات للتطوع وتضاف ضمن المبادرة اللي أطلقها سيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد في هذا المجال، فهذه الساعات بتنحسب لهم بتنحسب. طبعا نحن بنعتمد الساعات هذه، نحن ممكن كم يعني ساعة بتكون تقريبا؟ نحن بنبدأ من الساعة تقريبا أول الصباح من 9 لين الساعة 1 يمكن تكون. أوكي. الفعالية وإن شاء الله هاي بتكون ساعات معتمدة يعني نحن جميل. ممكن نصدر فيها شهادات فيها يعني جميل. سويت أنت هذا ليش ما تسوي؟ نسوي إن شاء الله بسوي. أنت تتطوعين، أنا عارف أنك أنت أتطوع بس من غير ما أخلي ساعات. الحين هي متطوعة في الإذاعة، ممكن نعطيها ساعات تطوع. مجاهدة نعطيها ساعات تطوع. لحظة شكرا. لحظة أستاذ سالم، يعني نحن خلصنا اللقاء معك، انت وين داش عرض ياخذ الموضوع؟ لا هذا جانب من عملها. لان بامانه وجوده هنا في هذا البرنامج، ايضا الدكتوره يعطي يعني الغرض الرئيسي او الرساله الرئيسيه التي توجهونها للمجتمع هي الوقايه. صحيح صحيح. ليش تقولين شيء وانت مو مقتنعه؟ لا انا مقتنعه، حتى بصفق لك محمود، لان اتريى الكلام هذا انه دور لوقايه المجتمع عشان يكون اكثر صحه وسعاده. عموما نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، شاكرين لكم متابعتكم لنا، شكرا لك الدكتوره نذر ملا، شكرا لك استاذ سالم بلاحج، وشكرا لك اميره الغفري، وكل الشكر لصاحب الابتسامه المميزه ناصر السليمي. ودمتم بصحه وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.